السلام عليكم مشاهدينا الكرام في عادة جديدة من حصة صرح جدا. موضوعنا اليوم يأتيكم من منطقة جيدة، هذه المنطقة التابعة إقليميا لبلدية الحساسنة، تعاني من العزلة والتهميش. يلا نشوف آراء المواطنين وتصريحاتهم حول هذا الموضوع، تابعونا. الطريق ما يصلح لوالو، يعني حتى باش تمشي على كراك ما يصلحش، الموطو ما يصلحش. باش هو اللي باغي يحصد كي يتفكر الحصاد ويتفكر ذيك الطريق يفشل. الغلم الغلم باش تفوت معها الماء ولا ما تفوتش، بالدراجات الناريه ما يصلحش. باش بالموطو الماتريال كاع تهرس، اصلا الناس صاي ماش تفوت معها دروك، راني تزيد في المسافه تاع من جيده تجي حتى لمسمن غير باش ما تمشيش مع هذيك الطريق. طريق واعره بالبزاف، يعني هذيك وجايه في منطقه، يعني منطقه ظلام مش منطقه ظل، يعني كون ما يجيش المسؤول يعني على عاد يكون السياره يعني تكون رباعي الدفع ما يدخلش تما، ما يشوفش ذيك المنطقه كون ما يكون. الطريق هذه حنايا تاع من جيده لتمسنا 7 كيلومتر راها ضايعه، حفتنا في الماتريال، خلاتنا في الماتريال، هيكلتها لنا ما صرناش باه نتحركوا لا غالب. والبزاوز اللي يكون القرايه راهم دروك راه جاي وقت القرايه. مولين طراسبور ولا ما يبغوش يدخلوا لنا للطريق باه يدوا لنا البزاز باه يقروا، راهم خطره يقروا خطره يمنكو، وحنا ما طقناش لا غالب. الشبيبه ما كانش، تحرك ما كانش، خاص الطريق راها ضايعه، حنا اللي هامتنا وخليتنا الطريق. الطريق هذه عزلت بيناتنا طريق المشينه قطعت علينا هذا، وقعدنا احنا معزولين. دوك راها الناس كل دات الماء وحنا قعدنا. والحاسي هذا رانا تشوفوا سيمانه نقعدوا كان من الصباح يجي حتى الليل. واحد يسقي واحد ما يسقيش، واحد ما يسقيش، واحد يسقي واحد ما يلحقاش الماء. رانا غير اليوم غدا غدا ما غد ما بان حتى حيه، ما بان حتى حيه، غير غدا راكم بالدراسه، راكم بالدراسه، ما كان حتى خبر. راكم تشوفوا فيه الماء ضايع، ما كاش ما يصلح لا للشرب لا لوالو. ورانا نشربوا منه لا غالب، ما عندنا يقتلنا العطش لازم نشربوا. الحسيان مبلع، الحسيان واحد ها هو وين هنا قدام، راه بينه وبينه غير واحد ما يلحقش كيلومتر. وراه مبلع ما كانش. حاسيل اخر منه مبلع ما كانش، وكاع ملاح كاع ملاح. على قولهم هما يقولوا ماهمش ملاح، ما عرفنا احنا ما عرفناش هذا الملح تاعهم كي داير، وما هو الحسيان كاين وفيه من الماء بصح ما شربناش. هاك شويه نسقي في قدام الماء ما عندنا ما كانش، شحال من حاسين بلي حواسين بلعين منا، وما صالح للشرب هذا. شوف كيف داير حالها، ما نشربوا منها خاطر قلت لا غالب. راه شحال من حاسين جوج حواسين بلعين، ها واحد مبلع غير كيلومتر، ها واحد زوج كيلومتر مبلع، ويمكن لا عندنا لا طريق لا والو. كتبنا لا غالب، احنا باغيين السلطات تجي تعرنا ويشوفوا الحل تاعنا. ثاني احنا يديروا يعطونا حقنا. اول حاجه احنا رانا في منطقه الحساسنه في دوار واد عمر او جيده، اول حاجه هو الماء. راكم تشوفوا هنا، راكم جيتوا، راكم تشوفوا هنا كرسارينا كاع النهار، رانا نظلوا هنا كان النهار اللي نظلوا كاع النهار هنا، ما كاش اللي يزقي كولا، واللي ما عندهاش تركتور ذاك ما نهضروش عليه. الماء والماء ذاك ما تهضرش عليه، رانا نشربوا فيه كذا كثير. الطريق ما نهدروش عليها، الحاسي راهم الحسيان زوج حسيان باه يدخلوا لنا الماء، قاعد يدخلوا لهم الماء غير حنا اللي ما دخلناش الماء. دوك شتا هي المشكله هذه؟ 100 متر، شوف الديار على 500 متر يطلعوا لي سيتيرنا ب 100,000 وما عنديش لا غالب، ومغبونين كل شيء، مغبونين في الطريق، مغبونين في الماء، مغبونين فايده اللي نطلبوا من الاخرين هذو، نطلبوا منهم من ربي ان شاء الله يعاونونا كاع الناس راهم داخلين لهم الماء. كاع الناس دخلوا لهم الماء وحنا ما خلونا، رانا ما قاعدين مغبونين لا بماء لا بطريق. خويا تشوف الماتريال هاو حبس، هذا الحاسي راه يجبد ربع ساعة ويحبس ساعة. الماء راه مخلوط فيه، بصح الغالب نشربوا. الله غالب. الماء راه قليل. حنا رانا باغينهم يجيبوا لنا من الحاسي تاع جيدة، راه ما زين، يديروا نشاطو وفيه الماء، يديروا نشاط ونشربوا منه. ثاني احنا كيفنا كي الغاشي، ها هما حذانا عندهم شاطويات دايرين بينا، راه قاعد غير هالدوار. والطريق الطريق راها رانا ما ناخذوهاش، ما خلت لنا والو. راه عندك صالحه باه 7 كيلومتر تاخذ دور 13 كيلومتر و14 يسووا لنا الطريق. الله غالب، احنا رانا نعانوا. هذه المدرسه قريت فيها انا في عمري 53 عام، من السبعينات هذه المدرسه، واليوم باغيين يرموها لنا يقروا فيها اولادنا. هكا تلتنا راه بعيده وطرسوا، ما عندناش بزاوز صغار والطريق شينا وما عندنا حتى حياه هنايا.
ومضيعينا. الحمد لله انتم مزورونا بصح المسائل ما زارونا ما شافونا، ما قلنا لهمش بنوا لنا غير رمونا غير المدرسه هذه يقروا ولادنا فيها. صاي هذا ما خصنا. عندنا هذا السونتر اخوتي راه مبلع، راه من 96 راه مبلع. حنا كنا اللي يمرض يدير ابره، كان فيه الفرملي عطينا السكنه هنا، والطبيب من سيمانه يجي الطبيب. هيا دروك ما كان والو، دروك كلشي راه خاوي. ما حنا اللي قلنا يرموه لنا ويساووه لنا ويجيبوا لنا فرملي، ويجينا طبيب كما مداري يجي من سيمانه لسيمانه. هذوك حنا واحد يمرض هنا ما تلقاش كيدير لهاش، هاو كي يوم يديه تديه لحساسنا ب 20 كيلو، كان اللي ما عندهاش لطوفه يروح المخلوق. وحنا رانا نعانوا هنا سكان جيده. ها سيدي ها شوف فينا بعين الاعتبار المسؤولين. أظن إن شاء الله نبشروا مواطنين منطقة جيدة وتاغوريا، اللي هو رئيس المصلحة درت معاه عيط لي الأسبوع الماضي، اللي راهم عطاوهم الدراهم تاعه الشطر الأول على مسافة 13 كيلومتر، اللي غادي إن شاء الله الرحمن الرحيم تندر الإزراعات، ومن بعد الانتهاء تاع الإزراعات الإدارية نبدأ في الأشغال إن شاء الله الرحمن الرحيم. هو الدواء إحنا عندنا شوف الطريق الولائي رقم 10 هذا عندنا المسافة 20 كيلومتر. من الطريق الرابط من الطريق الوطني رقم 92 الى الطريق الولائي رقم 9 قريه تمسنا، قريه على مار على قريه تمسنا، معناها من كما نقولوا احنا من مدرسه جيده من عند الطريق الولائي رقم 9 القريه تمسنا، ومن قريه تمسنا حتى الطريق الوطني رقم 92 عطاونا الشطر يحل 90% على مناطق ظل. هذه الصراحه تقول هذه فيها سكان بزاف، جيده فيها سكون بزاف، اللي هي ان شاء الله الرحمن الرحيم الشطر الاول راهم عطاونا 13 كيلومتر حسب المعلومات اللي راه عندي، والمبلغ نتاع حاجه ان شاء الله تكمل الاجراءات مع سيد مدير الاشغال العموميه وتنطلق الاشغال ان شاء الله في اقرب وقت.